البسخ لإظهار الاحترام تقليد في قبيلة الماساي. بالنسبة لمعظم الناس في جميع أنحاء العالم، ليس فقط فعلا شنيعا ومخزي، لكنه أيضا عمل مسيء للغاية. والمثير للدهشة أن هذا ليس هو الحال مع الماساي. الماساي هم مجموعة من البدو الرحل المقيمين في كينيا وشمال تنزانيا وفي شرق أفريقيا، على الرغم من أنهم يمثلون حوالي 1% فقط من السكان، إلا أنهم معروفون بكونهم أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في شرق أفريقيا. بالنسبة للماساي، يعتبر البسخ علامة على الاحترام المطلق. يتم الفعل إما لتحية بعضنا البعض، أو الموافقة على صفقة، أو لمجرد تمني حظ سعيد لشخص ما. عند التحية كان الماساي يمسكون على راحة يدهم قبل أن يتصافحوا، هذا يصور منح نعمة أو تأييد لشخص ما. يمسك الآباء وأفراد الأسرة وحتى الأصدقاء على الأطفال حديثي الولادة ليتمنوا لهم حظا سعيدا وعمرا طويلا. هذه ممارسة شائعة خلال حفلات زفاف الماساي. في يوم الزفاف تحرق رأس العروس وتوضع شحم الخروف والزيت على رأسها، ثم يبارك والد العروس ابنته بالبصق على جبهتها وثدييها. ينظر إلى البصق بين الماساي أساساً على أنه معيار ثقافي. على الرغم من أن العديد من علماء الأنثروبولوجيا قد أدانوه بسبب ميله إلى انتشار المرض والعدوى، لا تنسى متابعة قناتنا. نلتقي في الحلقة القادمة.